السلام لتحية الإسلام. معكم المخترع فوزي بالرحمة، مخترع شاب من العمر 25 سنة، شاب جزائري مقيم ببريطانيا حاليا. يعني كان أردت اليوم أن أشارككم بمناسبة هذا المؤتمر، يعني مؤتمر تميز، ولكوني يعني كما يعتبر الآخرين، أعوذ بالله من كلمة أنا، لأني لا أحب أن أقول أنا متميز، أحب أن يحكم عني العالم يعني الخارجي وال يعني والشاب أو يعني الشباب الذين يطمحون أن يكونوا متميزين هم الذين يحكمون على أني متميز أو لا. ويعني والعمل أيضا هو الذي يبين أنك متميز. كما قلت يعني شاب جزائري من مستغانم، انتقلت إلى لندن بعد مزاولة دراستي في الجزائر. كنت أدرس إعلام آلي بمعهد التكوين العالي، وكنت أدرس ماركتينج تسويق بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم. وبعد ذلك بجامعة عبد الحميد بن باديس يعني وقفت المشوار الدراسي لمدة سنة، أخذت استراحة في ذاك الوقت لأني تواصلت مع متوسطة للتدريس. يعني كنت يعني كعمل تطوعي نفس ما يعمل الشباب ككل هنا، كنت ندرس إعلام آلي، كنت ندرس إعلام آلي بمتوسطة، يعني إحنا نقول نعرف يعني كنا نسميها إعدادي، المرحلة الإعدادية كنت أدرس يعني مساعد. أما بعد ذلك انتقلت إلى بريطانيا لندن لمزاولة الدراسة، وكان هناك أستاذ سعودي اللي هو يعني اقترح علي فكرة أني أسجل يعني بالكلية خاصة اللي هي نورث ويست لندن. سجلت فيها، لما سجلت هم يطلبوا نفس ما نقول يطلبوا يعني شهادة للغة الإنجليزية. أنا قالوا لي يعني تسوي تيست، يعني راح تقوم باختبار. لكن لما درت اختبار أنا في البراكتيكول في يعني التطبيقي، قالوا لي ما تحتاج أنت اللغة الآن، يعني راح نحطوك مباشرة في المجال الدراسي تاعك اللي هو كان بروغرامي، وبعد ذلك تحولت إلى إلكترونيك بجامعة ميدلسكس. والحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى اقترحوا لي أني نشارك بمسابقة، وكانت هذه المسابقة خاصة بالماركت ميكر. مسابقة ماركت ميكر هذه خاصة بالتسويق، يعني تقديم آراء وفكر يعني واختراعات مع طريقة تسويقها. قمت أنا يعني أعطونا مدة 3 أشهر، قال لك يلزم تجهز يعني البروتوتايب اللي هو التصميم أو المجسم تاع الاختراع أو الاختراع بحد ذاته، يعني تجهزه بمدة 3 أشهر. مدة 3 أشهر ما كانت كافية، لأن الاختراع الأول اللي فكرت فيه هو الويند سكرين ماب، ويند سكرين نافيجيتر، واللي هو نقصد به يعني الخارطة اللي تظهر على شاشة السيارة، يعني شايف الزجاج الأمامي للسيارة تظهر عليه الخارطة، يعني بدون أنك تلتفت للتومتوم للجهاز يعني الجي بي اس، فقط أنك تظهر على الويند سكرين تشوف يعني الـ يعني البيت. بعد ذلك يعني كانت شغلة طويلة، وما لما استطع يعني أن نخلص هذا الشيء قلت لا راح غير هذه الفكرة. رجعت الفكرة كنت أفكر فيها قبل سنتين، واللي هي السولار وايرلس تشارجر، والحمد لله اللي فزت به بلقب أحسن مسوق للسلع الإلكترونية بمنطقة بريستول، وأحسن مخترع شاب ببريطانيا لسنة 2015. وكان هذا شاحن للهواتف النقالة، شاحن عبر الطاقة الشمسية والضوء العادي، وكما يتم يعني نقل هذه الطاقة نقلها يعني عن بعد، يعني wirelessly or sans fil، نفس ما نقول بالفرنسي sans fil، يعني بدون أسلاك، يعني ما يحتاج إنك تربط الهاتف تاعك مع الشاحن بالأسلاك. وفقط يمكن يعني هناك تطبيق، يعني لما تضغط على التطبيق يعني تسوي كونكت مع الشاحن هذا. بعد ذلك رجعت للجزائر،
جات الجزائر بسنة 2015، يعني كانت شهر فبراير رجعت الجزائر، وكان يعني تكريمات من طرف يعني وشكر يعني أشكر يعني بالمناسبة الشعب الجزائري والشباب الجزائريين والناشطين على المواقع التواصل الاجتماعي اللي هم يعني هم اللي زرعوا فيها هذيك يعني روح العزيمة يعني على المثابرة ومزاولة هذا الاجتهاد يعني في الدراسة وفي مجال الاختراع يعني. ورجعت بعد ذلك إلى لندن إلى مقر إقامتي، رجعت وشاركت بالسنة هذه سنة 2016 بمسابقة أحسن مخترع عربي بالعالم، واللي هي كانت يعني منظمة من طرف المجموعة العربية، وفزت باللقب يعني مرة ثانية على التوالي، وفزت بلقب أحسن مخترع على مستوى بريطانيا للمرة الثانية أيضا، يعني ثلاث مرات ثلاث جوائز بالنسبة للعالم. لكن الاختراع اللي كان السنة هذه كان عبارة عن سمارت بوكيت، وين أخينا اللي كان يتكلم على كان يتكلم منا على الهاكر والاختراق الله يبعدك علينا شوية. المهم نشكره بالمناسبة، وشي يعني شرف لنا كبير، شرف كبير إنه واحد يعني بالعمر 15 سنة، أنا نتأسف لما نلقى هذاك العمر أنا راح من عندي يعني، وما ما درش كما دار هو يعني لم أفعل ما وصل إليه هو. لكن بمناسبة الاختراع هذه سمارت بوكيت، نرجعوا سمارت بوكيت، هي حافظة ذكية للبطاقات البنكية. وبالمناسبة هنا بتركيا شفتم يعني راهم يعني مع يعني يجارون الوثب الحضاري يعني مع الدول الأوروبية، يعني عندهم بطاقات بنكية ويستخدموا بدأوا يعني يستخدموها كثير. هذه الحافظة الذكية تحمي البطاقات البنكية من التهكير من الاختراق، يعني إذا فيه آلات يعني ماشين هذه يجي الهاكر يمر بجانبك، لما يمر بجانبك يسرق كل المعلومات اللي داخل البطاقة البنكية الخاصة بك، يعني إذا فيها يعني اسمك عنوانك كل شيء بهذا البطاقة تطلع عنده باللابتوب يعني بالحاسوب اللي عنده، وبذلك يقوم بتسويق والسرقة يعني الأموال اللي تكون بداخل البطاقة هذه. أنا قمت بعكس ذلك، ونفس ما قال الشاب السوري اللي مشكور مرة ثانية كان يتكلم على الوايت هات هذه، يعني إحنا ضد هذا التهكير، ضد هالأشياء، لأنه الله سبحانه وتعالى ما يعني محرم السرقة، وإحنا إن شاء الله نكون ضد هذه السرقة ونحمي البطاقات البنكية إن شاء الله بربي. بالنسبة للتميز، وإحنا رانا هنا في عصر التميز، إن شاء الله نتمنى من كل طالب راح لهنا، من كل طالب يعني بهذا المكان وبهذا من هذا المنبر، نتمنى إنه فقط يضع هدف ويكون عنده غرض، يضع هدف ويكون عنده غرض. لماذا أقول هدف وعنده غرض؟ لأنه بعض الناس يقول لك أنا أقول غرض هو نفس الهدف، لا، الغرض والهدف فرق، بيناتهم فرق كبير. الهدف هو الشيء الذي تريد أن تصل إليه، لكن الغرض هو الغرض من الهدف الذي أنت سوف تصل إليه. والإجابة على سؤال الأخ ممكن يعيد لنا السؤال اللي قال ماذا أنتم قلتوا لنا إحنا كذا وإحنا كذا، أنا هذا وأنا هذا وأنا هذا، لكن لم تقولوا تجنبوا هذه الأشياء. ممكن ذكرني بسؤال مرة ثانية؟ نعم. لخص لك كل هذا، لخص لك كل هذا في كلمة واحدة، إجابة واحدة، وإن شاء الله تكون هي يعني سر النجاح لكل متميز إذا تجنبها. افعل وافعل وافعل وقل أنا وأنا وأنا، لكن تجنب الغرور. تجنب الغرور. وهذا ما أفعله في حياتي. إن شاء الله نكون من كل متميز من المتميزين الحاضرين أو الغائبين أن يعني يقتدوا بهذا الشيء ويتجنبوا الغرور، حتى ولو وصلت إلى قمة الهرم فتجنب الغرور. وهذا السلام عليكم.